وعلى هامش الدورة التي أقيمت في إطار تربص الفريق الوطني أكابر للملاكمة بتيار دايما، حضرت عدة أسماء للملاكمين الدوليين القدامى والذين كان لتلفزيون النهار لقاء مع بعضهم كموسى مصطفى وبن قاسمية وكذا علال، حيث عبر هؤلاء عن رأيهم في واقع الملاكمة الجزائرية، أين اتفقوا على ضرورة بعث روح جديدة في الفريق الوطني للملاكمة وإعادة أمجاده من خلال تقديم المزيد من الدعم والتحفيز لعناصر الفريق الوطني. البوكسر ما راهش يتكافى، ياخذ تحفيز ما كانش، يقدر يخرج شامبيون داجيري كوب داجيري بصح ما ينال والو، هذه ثاني ما راحش تشجع الملاكم ويقدر يحبس يتوقف عنا الماده الخامه عنا الملاكمين، ولكن وين راهم؟ كل الرياضات راهي متدهوره شويه، نتمنى ان شاء الله باش حنا بهذه المناسبات وهذه الدورات باش نحسنوا المستوى تاع الرياضه وخاصه الملاكمه، بهذه الدورات اللي نسقموا المستوى تاعنا ونطلعوا يعني النيفو تاع لي بوكسور. ما كانتش في لابو باش حنا بكري كنت نشوف الملاكمه كان يعيطوا لها في النابيل، بالكم كما يعيطوا لها ما كاين لا بوكس باش تفرج، انا ملي كنا نلعب كانوا يقولوا في النابيل شوفوا البوكس، دروك حنا كنشوفوا ما كاينين في الوقت ما كاين، ما نقولوا كاينين الناس الملاكمين في العسكر ملاه ماشي نقول بصح تاع السيبير مغنص راه هاك وهاك.